وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السائل من مدينة العيون، وهو يسأل عن سؤال عن أحكام اللاجئين والنازحين الذين نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى نتيجة لما في هذه البلدان من القلاقل والحروب. نسأل الله أن يمن على بلاد المسلمين جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن ينجيهم من الشرور، وأن ينجيهم من الأعمال الإجرامية الخطيرة، وأن يردهم سالمين غانمين. أولا نقول لهذا السائل الكريم لما هنأ وقال جمعة مباركة، نقول هذا الأصل فيه أنها بدعة، لأن الجمعة كانت تمر على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل بذلك ولم يهنئ بهذا، بل لم يصح في التهنئة أيها المباركون حديث إلا ما جاء عن التهنئة بقدوم رمضان، كما من حديث أبي هريرة عند أحمد لقد أتاكم شهر مبارك. أما ما دون ذلك فلم يرد فيها، ثم أصبحت هذه الآن من باب الديانة عند الناس جمعة مباركة إلى غير ذلك، فنقول ترك هذا هو الصواب والأولى كما قال الشيخ الفوزان وغير واحد. أما بالنسبة لسؤال أخي الفاضل الكريم فأنا أجيبه بإجابة اللجنة الدائمة للجزء السادس صفحة 422، أجاب عليها الشيخ بن باز رحمه الله، وأجاب عليها الشيخ بن غديان والشيخ الفوزان والشيخ آل الشيخ والشيخ بكر أبو زيد. هذه الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة، ورقم الفتوى 15627. فنقول بالنسبة للذين لجأوا، إذا كانت مسافة اللجوء أقل من 83 كيلا فهذا لا يعتبر مسافرا، لأن الأصل في مسألة اللجوء هي مسألة سفر، النزوح هذا سفر، فنأتي في أحكام المسافر. فإذا كانت المسافة 83 كيلا أقل من 83 كيلا فهنا لا يعتبر مسافرا ولا يقصر ولا يجمع، يصلي الصلاة تامة. أما إذا كانت أكثر من 83 كيلا فهنا فيها أوجه، الوجه الأول أنه ربما يقيم 4 أيام فأقل فهنا يقصر لأنه مسافر. الوجه الثاني أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحالة تكون أحكام السفر قد انقطعت بسبب الإقامة. الوجه الثالث أنه لا يدري ما مقدار إقامته، ما يعرف، فقالوا أهل العلم هنا يصلي قصرا، والخلاف كبير في المسألة قديم، لكن اختلاف لجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ الغديان والفوزان وآل الشيخ وبكر أبو زيد يصلي الصلاة الرباعية قصرا، لأن أحكام السفر في حقه لم تنقطع إلا إذا صلى خلف إمام يتم، فإنه يتم الصلاة معه. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة وأتم التسليم إنما جعل الإمام ليتم به، وقول لا تختلف على أئمتكم، وقول أهل العلم من صلى خلف متم أتم، ومن صلى خلف متم أتم. هذه الأوجه في هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.